بالنسبه للمباراه ديال اليوم فما كانش عندنا خيار الا الانتصار باش نبقاو محافظين على الحظوظ ديالنا في الفوز بالبطوله ديال هذا الموسم. يعني الهزيمه كانت غادي تخلي لنا واحد نسبه كبيره انه نبتعدوا على 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 البطوله، ولكن كان عندنا خيار واحد هو نفوزوا اليوم في المباراه ديال اليوم باش نبينوا بانه هذا الموسم يعني احنا يعني سننافس حتى الدوره الاخيره من اجل ان شاء الله الفوز بالبطوله ديال هذا الموسم. اللاعبين داروا مباراه كبيره، مباراه جميله، فوز مستحق نتيجه واداء. فاليوم غنطويو هذه الصفحه باش ان شاء الله غدا نبداو الاستعدادات ديال المباراه ديال اليوم الاحد ضد الشباب المحمديه. بالفعل فسعاده الرئيس من جاء اول خطاب ديالو مع اللاعبين فوعدهم بانه في حاله الفوز غادي تكون منحه اللي اكبر منحه اللي غادي تكون في التاريخ ديال كره القدم. بالفعل بعد نهايه المباراه يعني واحد الدراري انا وبني غتبقاو التوني ديالكم بهذا المصطلح، يعني فازك غادي نعطيها لكم، وبالفعل كان بالوعد ديالو وتنتمناو انه ان شاء الله نزيدوا مزيد من الاداء اللي يكون جيد باش فريق رجاء البيضاوي يكون في المستوى ديال باقي المباريات. بالفعل الاداء كان اداء جيد بعد العوده ديال بعض اللاعبين اللي كانوا مصابين، شفنا الاداء فكان جيد. الدفاع اللي كان انا الزنيتي فتنظر بانه كانوا في المستوى العالي، كانوا اليوم لا كونسونطراسيون ديالهم كانت 100%. وسط الميدان اليوم كعازي والعرجون شفنا كان الاداء ديالهم جيد، كذلك فابريس، كذلك زريده، شفنا متولي، ثلاث لاعبين وسط الميدان متقدم كذلك مع حميد حداد. فنظن فان المجموعه كانت كلها في موجوده، كانوا في المستوى، الخطوط ديالنا اليوم كانت في المستوى، وهذا هو اللي عطانا انه فوز في المباراه اللي كانت مستحقه. وتنظن انه الجمهور الرجاء البيضاوي تنعتذروا لي على النتائج اللي كانت مخيبه لهم هذا الموسم، ولكن اليوم عملنا في كل ما جهدنا باش على الاقل نربحوا في هذه المباراه باش على الاقل نفرحوهم في هذه المباراه ديال اليوم. وشكرا لهم. الله يحفظك. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.